السيدة أنيسة حسونة، واحدة من أيقونات العمل التطوعي والخيري في مصر. توفاها الله قبل توقيعها ميثاق تدشين التحالف بنحو 6 ساعات. تم اختيارها سفيرة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويتسلم الجائزة زوجها الدكتور شريف ناجي. الأستاذة رضا سيد حسن، باحثة ماجستير القانون العام، بدأت رحلة تعليمها من فصول محو الأمية بتصميم ومثابرة. استطاعت التغلب على كافة التحديات التي تواجه فتاة من ذوي البصيرة، كما تطوعت لمساعدة الأطفال من ذوي البصيرة في تعلم طريقة برايل. الأستاذ أحمد إبراهيم عطلة، يعمل بوزارة المالية ومتطوع بالعمل العام مع زوجته وأولاده من أكثر من 15 سنة، وشارك في العديد من الحملات التطوعية من خلال الجمعيات التنموية. باسل محمد علي، وهب نفسه للعمل التطوعي الذي أحب وأخلص له منذ صغره ضمن مؤسسة صناع الحياة، ورحل عن عالمنا وهو في 22 من عمره، ويتسلم عنه الجائزة والده المهندس محمد علي. دكتورة شيرين عامر، طبيبة قامت مع زملائها المتطوعين بتنفيذ العديد من القوافل الطبية والعينية، بداية من القاهرة وصولاً إلى أبعد المناطق النائية والصحراء، على مدار 25 سنة اعتماداً على الموارد الذاتية. أحمد فؤاد السيد، مسؤول عن نشاط الإعاقة الحركية في جمعية رسالة للأعمال الخيرية، ولم توقفه إصابته بالسرطان عن العمل التطوعي. المهندس محمود سعيد مبارك، رغم الإعاقة السمعية استطاع التخرج من المعهد العالي للهندسة من قسم الاتصالات بتقدير امتياز، ويعمل بالقطاع الهندسي، متطوع منذ 2011 في تعليم شباب الصم برامج الكمبيوتر. المهندس محمد رياض وزوجته جيهان رمضان، كلاهما من مؤسسي مؤسسة صناع الحياة، قام بإدارة العديد من الحملات التطوعية، وقد توفي في حادث أليم عام 2018، ثم رحلت زوجته بمرض السرطان، ويتسلم عنهما الجائزة ابنتهما سارة.
هذا مي جاب الله، نائب المدير القطري لهيئة إنقاذ الطفولة، خبرة أكثر من 22 عام في العمل في مجال التنمية والإغاثة الإنسانية، وأدارة العديد من الحملات الإنسانية في كثير من الدول. الأستاذ شعبان حسني عبد المقصود أسس مع 3 من زملائه مبادرة عشان الخير للغير بالعاشر من رمضان منذ عام 2020 لتنظيم قوافل طبية مجانية بالكامل. شكراً فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكراً السادة الحضور.